احنا قاعدين وراك حاجه بس الورق مهم الصوره يا جماعه بعد ما اسمكم وراك حاجه يا عبد السلام اهدى اعرفوش باشا ابن الباشا رايق قول يا صانع الروان الله يعوض عليك يا ابو حمص عم صلاح طيب عم ابراهيم عبد اللطيف خلي البساط احمدي واسمع كلام معقول ايش في القلوب الحيارة واللي بات مشغول خلي البساط احمدي واسمع كلام معقول ايش في القلوب الحيارة واللي بات مشغول ما تقولش عندي الغرور ده كلام مغش معقول انا اللي الطيب نصحني وكان يعلم وخد بايدي الطريق الحق سلمني ونصحني ازرع ومن زرع الحلال يجني وقال لي يا ابني قال لي يا ابني تمشي على الاصول على طول وفر دواء ثانية يا طبيب مين اللي قال كده وكر حطيب وفر دواء احسن يا طبيب من المال وده وكر حطيب فرح الاحبة مالوش اطباء فرح الاحبة مالوش اطباء اللي جرحني اعز حبيب اعز حبيب وفر دواء احسن يا طبيب Oh,
الشيخ لك رسالة للوهاء وردنيتي معشاء مخلوخ بيقول النجم تامر النزهي بيقول ابو نبيل سام الترتيل بيقول ابو محمد ابراهيم الترتيل بيصب علينا 15 10 عشان ما تخش وفيها نار نهدى يعني ونرقصيني فيك رسالح للنهار وارض ميتين عشاق يا عيني وفيها نار نهدى يعني ونرقصيني وحتى امك الجنة اللي حتى النبي الشعب الشادو اهل الله وده كل شيخ انا زرته بلدي عمل المحاد علشان انساه عصفوا لي مصر كده بالبلد انا قلت نظرة يا اهل الله وده كل شيخ يا بنا خليخ وحد امك رجاله الشادون بس شادون من اللي قلبي الدواء كره حبيبي وانظر ازيز الدواء طبيب من اللي قلبي الدواء كره حبيبي وانظر ازيز الدواء احنا اللقاء معانا عم ياسر مصطفى من انا اللي اقول عشان توقع عالسلام وحدك ياسر مصطفى نجم البلد انت نجم البلد هيأنس وينور معانا بفرحتنا الاشتراك والنجم تامر النزهي ورقم واحد عالسلام هيأنس وينور فنان ياسر مصطفى دانا تعالى عم ياسر مصطفى السجن لو كان جنينة أرض وعمر كان من لو عد البعض يبقى أبيع من الفنجان حكم النفس عن نفسي أنسي ما يطيقش الجان استنى بقى عبد السلام استنى انت هتقول اللي انت عاوزه حاضر قبل ما نقول